اليوغا ما نسموش ليش هاي لعب صوت الناس بدي لعبة طول محافظة الجيزة نعمل احتفالية في شارع وادي النيل في سدحك شيء بعدين فيها عروض لجميع الجامعات الاعلاميه زي ما سالتك في الجامعه محمد تلفاز في مصر عاملين وفي عدد فترات ان شاء الله ممتد لغايه الساعه 11 بالليل هيحل الحفل النهارده ان شاء الله الفنان الكبير علي حمران بعد الساعه 6 في شويه برضه في كميه من المطاعم عرض برضه تدخلات باسعار كويسه خلال هذا اليوم احتفالا بلعيبه قوم الفرح الحمد لله من الساعه 6 الصبح حتى الان مهتمين بموضوع الناحيه التجميليه في الشارع وفي جميع شوارع حي العجوزه وكل حي العجوزه النهارده ان شاء الله هيشعر بالسعاده والجمال في الحي بتاعهم ان شاء الله.